إن قال قائل: أليست زيارة القبور حراما على النساء؟ قلنا: بلى، هي حرام على النساء، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرور. لكن هذه لم تخرج للزيارة، وإنما خرجت لما في قلبها من لوعة فراق هذا الصبي والحزن الشديد، لم تملك نفسها أن تأتي، ولهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقمها بالقوة ولم يجبرها على أن ترجع إلى بيتها.